هذا البودكاست برعاية بودلاينز. كزدورة، جولات ومشاوير بتركيا واسطنبول. صدق اللي قال من زمان: تركيا جنة الأرض يا خلان. وإذا كانت تركيا جنة، فاسطنبول هي قلب هالجنة وروحة. اسطنبول المدينة يلي ما في مفر أبداً من عشقة وحبة. قالوا إنما الحب للحبيب الأول، وأنا بقول فيها إنما الحب للحبيب الأجمل. واسطنبول هي أجمل المدن وأميزها على الإطلاق. رح نسافر ونبحر سوا بهالمدينة الرائعة يلي كتير منا بيتمنى يزورها. رح ناخدكم برحلة فريدة لكل معالمها القديمة والجديدة، وكل هذا رح يكون ضمن سلسلة حلقات بودكاست كزدورة. كل حلقة منحط رحالنا بمحطة ومنكتشف أسرار المستورة. لذلك شدوا الأحزمة وجهزوا حالكم لتسافروا معنا برحلتنا يلي بنتمنى أن تكون حلوة وظريفة وأمورة. أول محطة إلنا رح تكون ببرج تشاملجة. رح أكون معكم أنا رخاء الحرش وصديقتي إيمان مخلوطة. برج تشاملجة باسطنبول صاير بالقسم الآسيوي على قمة تبة تشاملجة بمنطقة أوسكودار. البرج الأعلى مو بالمنطقة وإنما بأوروبا كلها. طوله 369 متر بارتفاع فوق 500 متر فوق سطح البحر. بيطل على معظم أرجاء المدينة بحيث فيك تشوف أغلب المعالم التاريخية المعروفة ومساحات كبيرة من البحر الأسود كمان. كمان من خلال هالبرج فيك تشوف الجانب الآسيوي والأوروبي من المدينة. إذا بدنا نحكي عن أهمية هالبرج من الناحية الفنية والاقتصادية، فأول شيء الهدف الرئيسي من بناء هالبرج إنه هالمكان غابة من أبراج البث الإذاعي الحديدية يلي وصفت بأن تشوه بصري بشوه هالجمال، بالتالي قاموها كلها وجمعوها بهذا البرج. أهم ما بيميز هالمبنى كبرج إذاعي هو الوحيد بالعالم يلي بيمتلك تقنية بتمكنه من إرسال بث لمئة إذاعة بنفس الوقت بدون ما يصير تضارب بينه، وهذا بيقلل الأشعة الضارة الناتجة عن الأبراج القديمة. من ناحية تانية كمان بيضيف هالبرج لمدينة اسطنبول جمال خاص باعتبار موقعه مميز بمنطقة مشهورة فيها أشجار صنوبر وغابات ومنتزهات. أما عن مدة بناء هالبرج الضخم الرهيب يلي مميز بكل شي فيه، فاستغرق بناؤه 5 سنوات من عام 2016. أيضاً تم تكليف شركة هندسية من قبل وزارة النقل والبحرية والاتصالات التركية لتصمم هالبرج يلي بيتغير شكله بحسب زوايا النظر من مختلف الاتجاهات بجميع أنحاء المدينة. فيه 53 طابق بالإضافة لطابقين للرصد والمراقبة، 3 منهم مفتوحة للزوار، لهيك بيمثل وجهة جديدة ليجذب أكبر عدد من السياح باسطنبول. بتوقع المسؤولين أنه يجذب هالبرج وهو الأعلى بالمدينة بارتفاعه وبإطلالته الفريدة تقريباً 4 ملايين زائر أو أكثر سنوياً. ويلي بيلفت النظر أنه بالإضافة للمطاعم وسطح المراقبة المطل، بيضم هالبرج أماكن للمعارض ومصعد بانورامي ومقاهي، بالإضافة لاكتساب المنطقة أهمية استثمارية أكبر. بالتالي بلشت شركات الإنشاء لتبني كتير من المشاريع المميزة بجانب هذا البرج في منطقة أوسكودار. فيلي حابب يستثمر أو يشتري بهاي المنطقة ففرصة حلوة كتير بالقرب من برج تشاملجة. البرج فيه مطاعم وكافيات موجودة بالطابقين 39 والأربعين، بيقدم أصناف المطبخ التركي وأصناف غربية منوعة ولذيذة. لنتعرف أكثر شلون بدنا نحجز التذاكر والتفاصيل كلها مع إيمان لما زارت البرج، خليكم معنا.
نبلش رحلتنا بالبرج. لما بتوصلوا على البرج بتشوفوا بوابة قابير، في هنيك سيارة جولف بتوصلكن لفوق البوابة الثانية آيكي. هنيك موجود قسم التفتيش. أما البوابة الثالثة اسمها آوتش، يعني آثلاثة. تدخلوا من باب كبير بتلاقوا موظفي الاستقبال. هنيك في دانشما لشراء بطاقات الدخول للبرج، وفي دانشما للحجز بالمطعم. ولزيدكن من الشعر بيت، المطعم لازم تحجزوا فيه قبل بيوم على الأقل من خلال الموقع الخاص فيه يلي رح تلاقوه بوصف الحلقة. رح خبركن عن أسعار البطاقات. سعر البطاقة للأتراك والمقيمين 60 ليرة تركي، وللأجانب 100 ليرة. أما الصغار تحت 6 سنوات فدخولهم مجاني، والطلاب والمسنين فوق 65 سنة فسعر بطاقتهم 30 ليرة تركي فقط. ورح خبركن كمان عن رحلة سريعة VIP، إلها أسانسير خاص تطلعوا فيه على طابق خاص. سعر التذكرة لهي الرحلة 100 ليرة للمقيم و 200 ليرة للسائح. خبرتكن رخاء من شوي على الأطلالة الخلابة اللي بتشوفوها، وبتضيف عليها أماكن تانية. رح تشوفوا الفيلات اللي بيصوروا فيها غالب المسلسلات التركية، وبتشوفوا مجمع ووتر جاردن ومجمع أعمار، مسجد آيا صوفيا وجسر البوسفور، وحتى جزر الأميرات. رح تشوفوا أعلى علم بتركيا، مناظر تاخد العقل. تاخدوا كم صورة حلوة بالمكان وبتطلعوا لفوق على المطعم. الأكل لذيذ جدا والمعاملة كتير راقية ومحترمة. ولا تنسوا كمان تتصوروا صور حلوة وانتوا عم تحتسوا كاسة الشاي وتستمتعوا بجمال اسطنبول. فعلا هالبرج تحفة فنية، بتحس حالك وكأنك بالطيارة. زرت كل اسطنبول من خلال زيارتك لهالبرج الرائع، إنجاز حلو ورايق تشتهي يزوره الحبيب والرفيق وكل غالي. هيك بتكون خلصت جولتنا اليوم ببرج تشاملجة. بتمنى تزوروا وتشاركوا الحلقة مع أصدقائكم وكل مين حابب يزور تركيا. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بهالكزدورة اللطيفة. تابعونا على كل منصات البودكاست، أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي والساوند كلاود، وعلى كل منصات السوشيال ميديا. هاي الحلقة من إعداد نور سلام ورخاء وإيمان، تقديمي أنا رخاء وصديقتي إيمان. سلام سلام. كزدورة، جولات ومشاوير بتركيا واسطنبول.